مهلا هايدي، وصلنا لمحطتنا الختامية لليوم ورح نحكي فيها عن مشكلة من المشكلات الشائعة جدا وهي اصفرار الأسنان. هاي المشكلة ممكن تأثر على الأشخاص لأنها تأثر على المظهر وعلى الابتسامة، وهذا الشيء اللي أول شيء ممكن نحن نتضايق منه، ولكن للأسف ممكن يكون هالمشكلة إلى مخاطر أكثر إذا ما تم علاجها ومعرفة أسبابها، هل إلى أسباب وراثية أم هي من سوء طبعا التنظيف الأسنان، من طبعا توضع خليني اقول بقايا الطعام وعدم الاهتمام بالصحه الفمويه. كثير من الاسئله عن هذا الموضوع رح نتعرف على اجابتها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور عبد الرحمن زنيقه، وهو اختصاصي في تجميل الاسنان. اهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه يعني مثل ما بنقول الاسنان هي مرايه الوجه، لها تاثير كبير على جمال المظهر والابتسامه، لكن اليوم بنشوف بعض الناس بتعاني من صعوبه بالابتسامه ربما لاصفرار الاسنان او وجود بعض التصبغات المزعجة. خلينا بالبداية نعرف سبب اصفرار الأسنان. هلأ بالبداية سعد صباحكم يا رب وشكرا على الاستضافة. هلأ الأسباب اصفرار الأسنان، فبدي أعرف أنا أول شيء نحكي شوي عن هذا الموضوع. طبيب الأسنان موضوع بصراحة كثير بنحكى عنه بس مهمش، يعني ما عم ياخذ حقه بالشكل الصحيح. اليوم في كثير شائعات. هلأ بالبداية اليوم غير عن قبل، غير قبل العصر الميديا اختلف. اليوم ما شاء الله انتم ابتسامتكم منوره ما شاء الله. فالابتسامه اليوم الحلوه هي ما بدي اقول مدخل للقلوب، يعني انت لما بتبتسمي اليوم بتحكي بثقه، بتبتسم بثقه. اليوم انا في مرضى قبل ما نشتغل لهم يعني قليل ينزلوا صور، بنزلوا صور وهم مسكرين تمهم عاملين مثل بالفلتر او كذا لحتى يعني يعدلوا بلون الاسنان على الفلتر. كثير بتقل الثقه بالنفس، بتقل الثقه بالنفس. اليوم يعني على الميديا صار هو الابتسامة، ما رح أقول مثالية، الابتسامة الجميلة البيضاء يعني الحلوة هي صار الطموح لكل شخص، الطموح لكل أنثى يعني. ابتسامة هوليوود، نعم ابتسامة هوليوود، بس صار الطموح لكل أنثى يعني. فنحن أنا قبل ما أحكي عن موضوع طبيب الأسنان طبعا بدي أحكي عنه بشوي من التفصيل لأنه كثير مهم، بدي أحكي أنا شو الأسباب اللي يعني بتؤدي لاصفرار وتلوث الأسنان. ماشي؟ بدي أحكي كمان إنه أنت ك صبية عندك أسنان حلوة بيضة نظيفة ماشي فاتحة، كيف تحافظي عليها من التلون؟ أو إذا أنت عملتي تبييض كيف تقدري تحافظي على هذا يعني إلى أجل طويل؟ وثالث شيء نحن بموضوع حلقتنا بدنا نحكي عن تبييض الأسنان كمان. طب خلينا يعني نبلش واحدة واحدة، واليوم عنواننا العريض هو اصفرار الأسنان. اصفرار الأسنان، هلا أنا أسبابه بالبداية، أسبابه هلا أنا لما أعرف السبب وحاوطه أنا قضيت على نص المشكلة. اليوم هلا بالمصبغات عندي 11 سبب بالتفصيل. خلينا أول نذكر منه. هلا اول سبب هو التدخين بالارجيله، سواء بالدخان سواء باي شكل من الاشكال. التدخين هو له تاثير يعني تاثير مباشر قوي جدا على الاسنان. ماشي؟ المدخن ما بيدخن وحده او تنتين باليوم، المدخن اقل شيء باكيت او باكيتين باليوم، فهذا بجمع 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 فله تاثير مباشر. ومع الوقت مع الوقت هي التصبغات هي بتتراكم بالبدايه على السطح الخارجي. الاهمال ماشي، روتين الحياه اليوميه، انت عندك مني وسطيا 16 ساعه باليوم، يعني على فرض انت فرشتي مره الصبح مره المساء، بس انت عندك 16 ساعه يعني عندك تدخين مع قهوه من هون مع كذا، فبيتجمع مع الوقت بيندخل ماشي. فهذا اذا وقينا منه، او انا اذا دخنت خففت، ما بدي اقول خففت لليوم ما حدا بخفف، او اذا انا عرفت انا كيف مثلا انا عم دخن بس انا اوقي حالي ما اوصل للمخاطر. هلا هو الدخان مو بس للاسنان سيء، لكل الجسم ماشي. اذا حسنا نوقفه كثر خير الله، ما حسنا نوقفه فنحن بنتبع اساليب الوقايه قدر الامكان. ماشي؟ يعني هذا انا بعتبر التدخين هو سبب اساسي. اثنين، في عندك الاصفرار الاسنان ما بدي اقول تلون، بيجي مع التقدم بالعمر. ماشي؟ هلا مع التقدم بالعمر هذا شيء لابد منه، مثل ما الشعر بصير لونه ابيض، مثل ما الجلد لون الجلد بيتغير، كمان هذا الشيء لابد منه ماشي. كمان احنا في طرق نحن لنحافظ على اسناننا قدر الامكان ونسترجع اللون الاساسي. في عندك كمان من اسباب التلون ممكن يكون الناس اللي عايشه بمناطق المي فيها نسبه فلورايد عاليه بمياه الشرب ماشي، وخصوصا الطفل من بعد الولاده لتقريبا عمره 12 14 سنه واللي هي فتره تشكل الاسنان، فبتصير عليها بقع بيضاء ورماديه واحيانا ممكن توصل للون البني. كمان المرء اطعمه كان طفل
جايين عليها نحن، جايين على كل شيء. في شيء اسمه نحن عندنا تصبغ تتراسكليني، في دواء اسمه تتراسكلين مضاد حيوي بياخذوه بفتره من فترات العمر، فهذا بيترسب بالاسنان من جوا، بيعمل لك تصبغ داخلي، وهذا احد انواع التلوث الاسناني اللي الطبيب ما بينفع معه. نحن بنلجأ هون للفينيرز او غير قصص. كمان هلا مثل ما حكيت بحلقه سابقه انه اي شيء بيصبغ او بيلون الاواعي هو بيصبغ الاسنان، اكل، شرب، قهوه، عصير، اورنج جوس، اي شيء. فانت لما مثلا هلا انا شربت فنجان قهوه واكلت لي بسكوته، جمع شويه اكل وصار في تجمع طبعا بسيط، ماشي؟ هي انا هذا اسمه تصبغ مؤقت. انا بعد ما خلصت متمطلي شوي فرشيت شيء خفيف راح، ماشي؟ بينما بتركه ساعات ورا ساعات، مو ساعات، يعني ساعات، يوم يومين، بتركه خلص، تركته يوم بعد يوم بعد شهر بعد شهر. مثل ما حكينا بالتدخين، هي شوي شوي بتندخل. هلا السن تحت المجهر هو عباره عن قنيات صغيره، مسامات صغيره كثير كثير، ماشي؟ فمع الوقت فبتندخل وبتصير جوا السن. فهون انا هلا هاي الاكل بتجمع، جيت انا نظفت اسناني بحصل على نتيجه، لكن التصبغ صار جوا السن للاسف. فانا هون بدي الجا لموضوع التبييض والتقنيات المتعدده. في كمان النخر، النخر ممكن ينخر، ببلش ابيض بعدين بني بعدين اسود، بيعمل بينزع شكل السن وبيعطيه يعني شكل من التصبغ. هذا ما بيروح بالتبييض يمكن، هذا بدك تعالجي للنخر بعدين احنا نبيض السن. في ممكن مثل ما كان يستخدم حشوات الاميلجام او الحشوه المعدنيه، هي لما تنحط بالسن السن بصير حوافه كله لونه اسود، ماشي؟ صحيح. كمان في عندك من اسباب تصبغ، في ناس بالوراثه لون اسنانه اصفر. يعني مو انه والله مع العمر صار، هو من يوم ما كان يعني طفل، من يوم ما اسنانه الدائمه طلعت ضاربه على صفار. يعني الشخص بعمر 12 سنه، يعني هذا اللون الطبيعي ممكن يكون، هذا اللون الطبيعي وراثه. الشخص بعمر 12 سنه بيكون اكتمل تبديل كل الاسنان الدائمه، بتكون اسنانه باول طلعتها بتكون كثير فاتحه، ماشي؟ فهي يعني معظم الاسباب. انا بالاضافه كمان في تقويم الاسنان كثير بنسال عنه، بيصبغ هو بيجمع، ماشي؟ فانت نحن لما نيجي نفك التقويم بنلاقي التصبغات الصفراء بالاضافه لنقط بيضاء، هي يعني في املاح السن خسفت على المواد اللي عم تنحط. فنحن هون بنرجع بنعمل بوليش الاسنان وبنرجع بنعمل تبييض، فالشخص لا يرجع يعني يستعيد لون اسنانه قبل ما شو اسمه التقويم. تمام. طيب نسمع كثير دكتور اليوم انه الشخص لما يكون حاطط تقويم ويشيله هون بيؤدي لاصفرار الاسنان، شو برايك عن الموضوع؟ انه التقويم لما بيشيله الشخص ممكن يؤدي لاصفرار الاسنان، فهذا الشيء فعلا هو سبب من الاسباب؟ هلا هو انا شو قلت لك، التقويم هو يعتبر انه سبب من اسباب التصبغ، التوضع اللي انت للسنه او سنتين او ثلاثه، في ناس بيستمر مع التقويم 6 سنين. فهو مكان لتجمع البكتيريا، تجمع الاكل، تجمع يعني التصبغات. يعني انا شفت اكثر من حاله بصراحه دكتور، فعلا تقريبا 95%. نادرا 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 لنفك تقويم ولاقي تحت انطش بصراحه. يعني انت اليوم اسنانك موجوده ما عليها تقويم ويلا عم تنطفي، كيف لو كان مثل شبكه معدنيه وراها؟ بالاضافه هلا قبل ما يحطوا التقويم بيحطوا حمض لمثل يخسف ليندخل اللاصق، فهذا كمان يعني انه بيغير شوي باللون. نعم دكتور، خلينا نحكي كمان شوي. اليوم حضرتك قلت انه في مراحل عده لحتى نعالج اصفرار الاسنان، بس بالبدايه نعرف السبب، لانه كل شيء له علاج معين. في شيء ممكن يكون ادويه سببه، فمثلا مثل ما حضرتك حكيت لازم يتعامل بهذا الموضوع مع تبييض، في منه نظافه شخصيه وغيرها من الاسباب. خلينا نقول كيف ممكن يتعالج صفار الاسنان، ولا نحن إذا كانت عندنا هاي المشكلة فنحن فوراً بدنا نروح لعملية تبييض أو تغيير لون طبيعة السن؟ أوكي، هلأ اليوم تعددت تقنيات تجميل الأسنان، ماشي؟ في عندك التبييض، التبييض اللي بنعرفه، هذا أنا بعتبره من الطرق الآمنة تماماً. ليش من الطرق الآمنة؟ هلأ بنيجي عليها. وفي ممكن انه نلجا للفينيرز او الابتسامه مثل المشاهير ممكن نعرفها، ماشي؟ هلا التبييض بينقسم لا تبييض منزلي وتبييض بعياده طبيب الاسنان. رح نبدا بالشق التبييض المنزلي، طبعا هذا بيتم عن طريق اشراف طبيب الاسنان. طبعا اللي تروحي لعند الطبيب بيعمل لك طبعا، بيصنع لك قشور قالب، بيعطيك تيوبات بتستخدميها تقريبا 10 ايام اسبوعين. طب
طبعا كل التعليمات بيعطيك اياها الطبيب انت بتلتزمي فيها، ما انت بتروح تجيب تيوبات مو معروف مصدرها او انت ما بتعرفي التعليمات بتحطيها بالساعه والساعتين والعشره، ممكن انت ما بتعرفي، ممكن طريقه استعمالها غلط. في وقت معين لازم نحطها بالنهار او بالليل؟ هلا هي عباره عن تراكيز، كل تركيز مناسب لشخص معين. تركيز 10% مثلا 4 ساعات او 8 ساعات، تركيز 15 علي التركيز قلل الوقت ماشي. استخدمي 10 ايام اسبوعين ماشي، تحصل على نتيجه حلوه يعني، بس مو مثل لما تعملي طبيب ليزر ماشي. يعني بدك انت بعد 10 ايام اسبوعين لتبين معك النتيجه بالمنزلي ماشي. بعد ما تعملي انت طبيب المنزلي ممكن تاخذي نتيجه ممكن لا حسب. طيب في ناس بتعمل تنظيف بتقول انا عم نظف اسناني كل 6 شهور بس عم حس لون الاسنان ما عم يتغير. هلا قلت لك انا في تصبغ بيتجمع على السن من برا ماشي، هذا بيروح بالتنظيف. وفي يعني مع الروتين مع التكرار بتندخل، قلت لك عباره عن مسافه بتندخل لجوا السن، خلص صارت جوا جزء من السن ماشي. فبيجي بتيجي في عند الطبيب اللي بالعياده هو عباره عن عده تقنيات ماشي. في عنا ممكن نسميه كيميائي، مادتين بنخلطهم ببعض وبنطبقهم ماشي، ف شويه وقت وبياخذ نتيجه، بس مو مثل ما انت تستخدم الطبيب الليزري او البلازما. وفي هذا في عنا على شكل جل بنفرشه على الاسنان ومنطبق الجهاز لمده 45 دقيقه، بس طبعا مو بشكل متواصل، 15 دقيقه بنشيل بنغسل بترتاحي لك دقيقتين ثلاثه، بنرجع بنفرش الماده نفسها بس واحد جديد وبنطبق 15 هيك 45 دقيقه. هذا اسمه البلازما. هلا هون اسمه بسموه الليزر، هلا هو مو ليزر، هو البلازما واشعه فوق بنفسجيه. في طبيب بالليزر، جهاز الليزر هذا اللي لتوريد اللثه لازاله التقرحات هو احدث شيء اليوم. خلال 5 دقائق يعني بتحط الماده خلال 5 دقائق بيكون اخذت النتيجه. وحساسيه اقل كمان من الطبيب بالبلازما او اليوفي. وفي كثير بس بشكل سريع دكتور لانه الوقت عم ينتهي. اوكي تمام. الطبيب بالبلازما اللي هو التقليدي، انا راح ما راح اخوض بالكيميائي او بالليزر اللي هذا ما كثير منتشر، التقليدي بتخضعي لجلسه 3/4 ساعه انت بتاخذي نتيجه. هلا انت اخذتي عندي نتيجه، بعد هيك انت مسؤوله عنه. صحيح، ولهيك نحن رح نكون بحلقات قادمة نحكي بتفاصيل أكثر شرفنا. لأنه الحديث هيك ما رح يكمل، لازم نحكي شرفنا. بتفاصيل أكثر. بدنا نشكرك دكتور عبد الرحمن على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا كثير لك دكتور عبد الرحمن.